السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا بكم. مكملين معاهم افكار الفصل الثاني، وهنتكلم عن درس مهم جدا وهو اجهزه القياس. يعني ده سؤال، مش سؤال واحد، ممكن نجي ثلاث اسئله منه من الدرس ده بس، يعني على كل جهاز يجي سؤال. عايزك تركز معايا كده واديني عقلك وقلبك وصحصح معايا كده. فيبدا الله بسم الله، اللهم لا مانع الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هنتكلم النهارده عن جهاز الجلفانومتر. طبعا عارفين ان ده جهاز بيستخدم في قياس التيارات الضعيفه، عشان كده بسميه ميلي اميتر، او اسمه المايكرو اميتر، او اسمه الجلفانومتر الحساس. فده بيستخدم في قياس التيارات الضعيفه فقط، والتيارات المستمره الضعيفه بالاخص. ما بيقيسش تيار متردد، لو مشى في تيار متردد ضعيف بينحرف يمين ويسار. لو تيار متردد عالي المؤشر نفسه بيثبت، ما بيتحركش لا يمين ولا شمال. لو مشى في تيار مستمر عالي بقول ان الجهاز ممكن ينصهر او بيتلف وينصهر، نتيجة ان التيار عالية فيتولد طاقة حرارية عالية فالجهاز ده بينصهر. يبقى احنا قلنا بنستخدم في قياس التيارات الضعيفة. في جزء نظري يعني مش هنلجأ له قوي، خلي بس الجزء النظري ده عليك لانه اصلا ما هوش صعب ولا حاجة. هنتكلم بس عن ازاي المسائل بتاعته شكلها بتيجي ازاي وازاي نحلها يعني. فالمسائل متقسمة لنوعين، النوع الأول مسائل تخص حساسية الجهاز الجلفانو، ومسائل تخص تدريج الجهاز. طيب هنفهم ازاي القانون وازاي نعوض والكلام ده كله. الحساسية الأول تساوي حساسية الجلفانو بتساوي زاوية انحراف المؤشر على التيار المر بالجلفانو. خد بالك ان السيتا والاي، السيتا والحساسية معذرة، مش علاقة طردية، يعني لو الزاوية زادت الحساسية ثابتة، لو الاي زادت الحساسية ثابتة. ليه؟ عشان كل ما التيار هيزيد كل ما الزاوية هتزيد. يعني مثلا نفترض دلوقتي الملف ده ماشي فيه، او الجلفانو ماشي فيه مثلا 20 مايكرو امبير، لقيت ان المؤشر مثلا عمل زاويه 20 درجه. لو التيار زاد من 20 مايكرو امبير ل 40 مايكرو امبير، يعني التيار زاد للضعف، فالزاويه هتزيد للضعف، هتبقى برضه من 20 ل 40. يعني من الاخر اللي عايز اوصله لك ان السيتا تتناسب طردي مع الار، زاويه انحراف اللي هي الزاويه تتناسب طرديا مع الار. كل ما التيار هيزيد كل ما زاويه انحراف مؤشر الجلفانو اللي هيحصل لها هتزداد. تمام كده؟ طيب مين بقى بيأثر في الحساسية؟ عشان بس تفهم حساسية الجلفانو دي معناها ان هو يحس بالتيار الضعيف ولا لا. فعشان ازود الحساسية بتاعته لازم اخليه يعمل زاوية كبيرة عند نفس التيار. يعني مثلا عندي دلوقتي 2 جلفان، واحد عامل زاوية نقول مثلا 30، لما قاس التيار مثلا نقول 100 مايكرو امبير. لو جهاز تاني قاس 100 مايكرو امبير وعمل زاوية 60، ده معناه ان الحساسية بتاعتك الزاوية الكبيرة دي هتكون اكبر. بص عشان بس ايه ما تتوهش مني، ده عندي جلفانو قلت مثلا عمل زاويه 30 وكان قاس 100 مايكرو امبير. جلفانو تاني عمل زاويه 60 بس قاس برضه 100 مايكرو امبير. ده معناه من حساسيته اكبر. اللي يعمل زاويه اكبر عند نفس التيار يبقى حساسيته اكبر. يعني ده عمل زاويه 60 وده عمل زاويه 30. ليه؟ ما هو التيار لو التيار ده ثابت يبقى ده وده علاقه طرديه. يعني من الاخر الحساسيه تعتمد على الزاويه عند ثبوت التيار. كل ما الزاويه هتزيد حساسيه الجهاز هتزيد. طب ليه برضه؟ عشان نفهم اكتر. لو انت جيت مثلا تقسم الجلفانو ده التدريج بتاعه ممكن تقسمه نقول مثلا ايه 20 40 60 80 100 120 وهكذا. لكن لو جيت اقسم ال 100 دي او التدريج ده مش هقدر اقسمه 20 كده، هقدر اقسمه اقل، ممكن اقسمه مثلا 25 50 75 100. فهنا على الجلفانو ده قدرت اقسمه تدريجات اكتر، فانا هحس بالتيار اللي هو الضعيف. لكن ده مش هقدر اقسمه تدريجات كتير فمش هحس بالتيار الضعيف. تمام؟ يبقى لو الزاويه زادت عند نفس التيار يبقى الحساسيه اللي هيحصل لها تزداد. طيب مين يزود الزاويه؟ اللي بيحرك الملف. مين بيحرك الملف؟ عزم الازدواج. يعني الحساسيه بتعتمد على الزاويه عند ثبوت التيار، والزاويه بتعتمد على عزم الازدواج، وكل ما عزم الازدواج هيزيد يبقى الزاويه هتزيد فالحساسيه هتزيد. واللي بيزود عزم الازدواج مين بقى؟ كثافه الفيض او معامل النفاذين. يعني اللي انا عايز اوصله لك في النهايه ان الحساسيه دي بتعتمد على حساسيه اقول تتناسب طرديا مع الزاويه، وتتناسب طرديا مع عزم الازدواج، تتناسب طرديا مع كثافه الفيض، اخر حاجه تتناسب طرديا مع معامل النفاذيه. تتناسب لو زودت معامل النفاذيه الحساسيه هتزيد، هي جايه من بعيد قوي، بس لو معامل النفاذيه هيزيد كثافه الفيض هتزيد، فعزم الازدواج هيزيد، وعزم الازدواج هو اللي بيحرك الملف اصلا، فكده عزم الازدواج هيخلي الملف يتحرك بقوه اكبر، فالمؤشر هينحرف ابعد فالزاويه هتزيد، فكده الحساسيه هتزداد. تمام كده؟ بس بحاول اجيب لك من بعيد قوي عشان تعرف بس هو بيعتمد على ايه. ده بالنسبه لجزء نظري كده سريعا يعني. القانون بتاعها بيساوي سيتا على الاي، زاويه انحراف المؤشر على التيار. الحساسيه للجهاز الواحد بتكون ثابته، للجهاز الجلفانو الواحد الحساسيه تكون ثابته، عشان كده قلت لك لو التيار زاد فالزاويه هتزيد. طب تعال نشوف مثال يلا. عند مرور تيار شدته 500 مايكرو امبير انحرف مؤشر الجلفانو بزاويه مقدارها 50. في الاول لما مشى في تيار 500 انحرف بزاويه 50. طيب بيقول لي فان زاويه انحراف المؤشر عندما يمر به تيار 750 مايكرو امبير هي لها حلين، في حل رسمي بخطواتك وفي حل اقول لك بتاعها على طول يعني بخطوه واحده. بص بدايه كان عندي التيار بكام؟ ب 500،
وجهه الزاويه ب 50. احسب كده الحساسيه سيتا على الاي 50 على 500 تطلع 1 على 100 اللي هي 1 من 100. يبقى الحساسيه قلنا هنا 1 من 100. ده بالنسبه لحساسيه الجهاز. وانا لسه قايل لك ان الحساسيه للجهاز الواحد ثابته، هو نفس الجهاز بس ايه اللي حصل للتيار؟ اتغير بقى 750. يبقى اقول الحساسيه اللي هي 1 من 100 هيساوي سيتا على اي، السيتا اللي انا عايزها الجديده وعايز زاويه الانحراف الجديده لما التيار يكون كام؟ 750. يبقى السيتا هتساوي 750 في 1 من 100 تطلع الزاويه تقريبا 7.5 درجه. تمام؟ طيب معلش هنا تطلع 1 مش 1 على 100، هنا تطلع 1 على 10. يعني ده 1 من 10 وده 1 من 10، 1 من 10 750 يبقى 75. يبقى الزاويه تطلع 75 درجه. تمام؟ ده حل رسمي ان انا هجيب الحساسيه في الاول من اول معطيين، بعد كده اعوض في الحساسيه في الحاجه الثانيه لان الحساسيه ثابته، والتيار الجديد هجيب منه الزاويه الجديده. طب ممكن هي علاقه طرديه على طول، يعني لسه قايل ان السيتا والاي علاقه طرديه، بمعنى لما كان التيار 500 واحده واحده كده، لما التيار اللي كان ماشي في الدايره في الملف 500 عمل زاويه 50، طيب لو التيار بقى 750 هيعمل زاويه كام؟ تعرفين في وسطين بقى اعملها مقص على طول، يعني اقول 750 في 50، 750 في 50 على 500 هتطلع على طول ب 75 درجه. تمام كده؟ مساله يعني سهله وبسيطه، بس برضو يعني حاول ما تقعش في انك مثلا تحول، لان هو دايما بيجي لك مثلا بالمايكرو بالملي بالحاجات دي، ما تحولش لو هو طلب منك تحويل. يعني الحساسيه دايما بسيبها زي ما هي، لو طلب منك تحول مثلا او هو مديك مثلا ده بالمايكرو ولقيت في الاختيارات عايز تيار مثلا جديد بس بالملي، فانت تحول من المايكرو للملي. يعني السؤال سهل برضه وسريع كده. الجزء الثاني متقسم لحاجه اسمها مسائل التدريج. يعني ايه؟ يعني مثلا تدريج جلفانو بيبقى بالشكل ده كده. ده عندي مثلا تدريج جلفانو. بتقسم مثلا هنا كده بادئ من الصفر. بعد كده يبدا ادي 1 2 3 ادي 1 2 3 4 ونقفله مثلا على كده. يعني كانه متقسم خمس اقسام. الحته دي كده بسميها قسم. وده كمان قسم 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 قسم، يعني هو متقسم لخمس اقسام. لو هو مثلا قال لي دلوقتي معلومه ان القسم الواحد كده ده مثلا ب 100 مايكرو امبير والجهاز فيه خمس اقسام، يبقى اقصى تيار هيقيسه قد ايه؟ 5 في 100 يبقى 500 مايكرو امبير. يعني اللي انا عايز اوصل لك ان القانون نفسه مستنتج، اقصى تيار هيقيسه الجلفانو، اقصى تيار او اسمه تيار الجلفانو او الاي جي هيساوي عدد الاقسام بتاعه الجلفانو في تيار القسم الواحد. انا قلت هنا كام قسم؟ خمس اقسام. والقسم الواحد بكام؟ ب 100 مايكرو امبير. يبقى اقصى حاجه هيقيسها 500، عدد الاقسام اللي هي 5 في القسم الواحد اللي هو 100 يبقى 500. يبقى القانون عندي اقصى تيار عباره عن عدد الاقسام في تيار القسم الواحد، او اقصى تيار هيساوي عدد الاقسام في دايره القسم الواحد، او اقصى تيار هيساوي عدد الاقسام في حساسيه القسم الواحد. يعني هو قانون واحد بس بيجيب مسميات مختلفه، هي نفس الحاجه، دلاله القسم الواحد هي تيار القسم الواحد هي حساسيه القسم الواحد. تمام؟ عشان اقول لك احسب حساسيه القسم الواحد ومديك مثلا عدد اقسام وتيار، فمش لازم تروح، مش لازم الحساسيه اللي هي بتساوي سيتا على الاي الا لو معاك زوايا. الحساسيه برضو الجزء ده كده اللي هي القسم الواحد ده بطلق عليه حساسيه القسم. تمام؟ لو قال لك احسب حساسيه القسم هتقسم بقى الاي على عدد الاقسام عادي. طب تعال نشوف المثال ده. جلفانومتر بينحرف مؤشره الى نص التدريج. المؤشر هينحرف للنصف عند مرور تيار شدته 200. خلاص، ما هو لو انحرف في النص عند تيار شدته 200 يبقى هيروح لاقصى تيار اللي هو كام؟ 400. ما هو في النص واقف عند 200 مايكرو امبير، يبقى اقصى حاجه هيقيسها 400 مايكرو امبير. يعني من الاخر اقصى تيار معايا الاي جي هيساوي 400 مايكرو امبير. يبقى اقول هنا اي جي هتساوي 400 مايكرو امبير. ماشي. فان عدد الاقسام، عايز عدد الاقسام، عايز الان، عدد الاقسام نرمز لها بالرمز ان. اذا علمت ان دلاله القسم الواحد، او ممكن نقول اذا علمت ان تيار القسم الواحد، او اذا علمت ان حساسيه القسم الواحد كلها نفس الحاجه بس بمسميات مختلفه. يعني عايز هنا قلنا دلاله القسم الواحد بكام؟ ب 8 من 100. ده دلاله القسم 8 من 100. بس خد بالك بقى، ده 8 من 100 ملي امبير. طالما ده وحده وده وحده حوله عادي، ما بحولش هنا بس الحساسيه دي ما بحولش فيه، هنا في القانون ده بحول عادي. يبقى اقول هنا عايز الان، عايز عدد الاقسام، يبقى اقول هيبقى عباره عن اقصى تيار على تيار القسم الواحد. ما احنا قلنا اهو اقصى تيار هيساوي عدد الاقسام اللي هي الان في تيار القسم الواحد. عوض يلا، انا عايز الان دي اقسم يلا على تيار القسم الواحد. يبقى الان هتساوي اقصى تيار اللي هو كام؟ 400 مايكرو امبير.
بس احولها بقى في 10 اس سالب 6 على تيار القسم الواحد او دائره القسم الواحد اللي هي 8 من 100 بس بالملي، حولها في 10 اس سالب 3. تمام كده جبت عدد الاقسام على طول. تمام خد بالك بس من انك هو قال لك نصف التدريج، نص التدريج ما تروحش تعوض بال 200 على طول، لان اقصى حاجه هيقيسها اللي هي 400. لو انت عوضت كده عادي، مثلا لو انا عوضت بال 200 زي ما هي هقسم 200 على 8 من 100 بس، كده جبت كده جبت نص عدد الاقسام مش الاقسام كلها، لانه واقف عند المنتصف عند 200 مايكرو امبير. تمام كده. فيعني هو زي ما تقول جزء سهل، هنخش بس بعد كده في الاميتر والفولتميتر والاميتر، دول اهمهم جدا جدا يعني. فاستنونا، اتمنى تكونوا استفدتم، ربنا يوفقكم جميعا.